الدكتور بعد ما اشتغلنا معنا. هول مبدئيا كان السؤال الأول والثاني والثالث كلها أسئلة، هي أسئلة حفظ مبدئيا، يعني إنه الحافظ وفهمان وحافظ الرسمات براسه هيك. فهيدي من الأشياء يعني الأساسية هني هون معتبرينها. تعال نشوف الهاشر بارالال. الهاشر بسموه بالإنجليزي تشوبر. ف التشوبر وظيفته يحول من دي سي إلى دي سي. طبعا وين أخذت هالمعلومات؟ حقيقة أنا لفت على الهاشر هون وكنت عم بقرا عنه هيك، والمقالة مهمة يعني بتنفهم. فلحتى اشوفه بالانجليزي فت هون على الانجليش، عملت رايت كليك وفتحتها. فهيدي هي، هيدا هو التشوبر، شارحينه هون كمان كتير مهضوم. في عنا نوعين تشوبر. فالتشوبر ريفر تو از ا ديفايس بيحول دي سي ل دي سي. قايلين variable دي سي output voltage. المقصد انه نحن يمكن قصده variable انه انت فيك تحددها، بس ما بعرف شو قصده حالنا. انا ليش قالوا variable ما مش كتير واضحة عندي. على كل الاحوال هو بيحول من دي سي لدي سي. اوكي، على كل الاحوال فنرجع للسؤال. هو قايلين هون بالسؤال هاشر بارالل، فاذا تشوبر بارالل، بما انه بارالل مين هو الامبارالل وذ لود، هو حيكون الستيب اب تشوبر، فهو رح يعلي الدي سي مش حيوطي، بينما هيدا الستيب داون. الستيب اب له اسم مشهور اللي هو بوست كونفرتر، قطعة جايبة انا من زمان من الصين، يعني بدولار حقها تقريبا، كتير حلوة بتعمل بوست، بتعلي بتعطيها شي 3 فولت او تقريبا 5 فولت او هيك، 3 فولت بتقبله وبيعلي لك الى 12 فولت واكتر حتى بوصله على 24. طبعا حساب الكارنت رح يكون. ف انا دايما كنت اتخيل لما اقول شوبر كنت دايما اتخيل ترانسفورمر، و انا مش عارف في منهم في ممكن بترانسفورمر نعملها بتخيل، اذا ماني غلطان مثلا هون حاطين فيها، حاطين منظر الترانسفورمر. بس الترانسفورمر مرة انا سمعت عنه انه هيدا ما في ظهر رسمي عليه او لا، بس انه هيدا مش ما بيشتغل انه ترانسفورمر مثل ما نحنا بنتصور. هلا هون بلا، هيدا بلا عم يشتغل ترانسفورمر بشكل طبيعي، لانه هيدا هون بضل ببدل، مرة بيعطيك مرة بيعطيك مرة بيعطيك، فهو هيدا فهون بتطلع كأنه سكوير ويف سيجنال. ف ومع الترانسفورمر ساعتها بيحولها لشيء تاني. على كل الاحوال لا، اللي بدي اقولها انه بالترانسفورمر نحن معودين انه مثلا بتعطي فولتج مثلا سينوزويد بيطلع لك اوتبوت فولتج سينوزويد وهيك، بس اوقات ما يستخدم بهالطريقه. اوقات يمكن الانبوت بتعبيه بتشرجه، فبيقوم الاوتبوت بيرجع بيطلع لك من بعد ما يشرج بيقوم بيعطيك مثل بلس، فيستخدم مثل بلس. ما بعرف اذا اسمه بلس ترانسفورمر او لا، بس على كل الاحوال بالاشياء اللي انا قريتها هون بالتشوبر وهيك ما ركزوا على قضية الترانسفورمر. يعني مثلا هلا هون هن قايلين شوي عن الاستخدامات وهيك. ف تشوبر امبليفاير، اوكي خلينا نقول هذا ابلكيشن تقريبا. فنحن مهتمين بالستيب اب تشوبر. هلا بالفرنسي لقيت هيدي الصفحة كتير مهمة، هيدا اللينك فيكم تاخدوه تستفيدوا منه. عاملين حقيقة كور كتير حلو، يعني حكين الأشياء الأساسية وتقريبا كل شيء حكينه يعني بصراحة. بس أنا يعني استعنت هون شوي لحتى قبلت الفكرة شوي أكتر، يعني
اكثر، انه طمنت انه الشغل اللي هنيك هو شغل مقبول. على كل الاحوال خلينا نشرح السيركت بكلمتين، نرجع على السؤال. بده الرسمه وبده مبدا الشغل كيف بيشتغل، بعدين حساب الكارنت اللي عم يمرق بالشوبر باول بيريود، البيريود تاع الفانكشن يعني بيريود فوتون دو فونكسيونمون. فاذا رح يكون عندي زمنين، زمن بسميه هو الفونكسيونمون يعني اون انه شغال، وفي زمن اوف. هلا حنتناقش فيهم، انا حقول رايي فيهم مثل العاده. اللي حابب يعلق على الموضوع انا بشجع يعني انه نتناقش بالافكار. طيب نحن عندنا هذا الانبوت وهذا الاوتبوت، ف هذا الانبوت هون عاملينه بلوك شقفه وحده، بس هذه الشقفه هي بالحقيقه فولتج سورس اي، وحده في هذا مش ريزيستور، هذا اندكتور يعني بوبين. ف وهالبوبين هي صراحه هي مفتاح الشغل. بعدين عندي هيدا انا هو هون كل الوقت هون عم بيقولوا عن هيدا سويتش. اوكي هيدا السويتش مبدئيا يعني بدوره بيطفي من الجيت. هيدا يعني هيدا تايريستور، بس تايريستور اكتر شوي من تايريستور، لانه من الجيت انا ما رح ادوره، برجع من الجيت فيه اعطيه امر انه يوقف. ايه من الجيت بعتقد افضل شيء بهيك حالة من الجيت كمان نعطي امر يوقف. فاذا هذا التايريستور معدل شوي اسمه جي تي او، هذا هو لقيته هون اختصاره هو جي تي او جيت تيرن اوف تايريستور، يعني بدور وبيطفي كمان من الجيت. عادة هن التايريستورات العاديين بدوروا من الجيت بس بيطفوا لحالهم اذا 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 الفولتج اكروس ال اذا بتعطيه فولتج هون اي كي نيجاتيف بيقوم بيطفي، او اذا الكرنت اللي مارق بالاي كي كان اوطى من كرنت معين يعني كتير كتير واطي، ساعتها كمان بيطفي بيصير اوبن سيركت يعني، او انه مثل قطع عند ريزيستور كتير كتير عالي يعني بالحساب فاتح يعني مش مسكر مش مش كان مش منه شغال يعني انه اوبن. فنرجع على رسمتنا. فاذا نحن عنا هذا في عنا اثنين فيز، عنا زمن اول وزمن تاني. الزمن الاول فرضا هو من الزيرو لل شو بدنا نسميه تي اون او شيء هيك، او سميه للاي مضروب بالتي اي او الفا اللي بدكم يعني شو ما بتفرق. يعني الاي فان نعتبره يعني هو فاكتور هو رقم من الصفر للواحد، انه المقصد انه اصغر من تي، اصغر من البيريود الكامله. البيريود الكامل نحن حنحددها بشغلنا، هلا حنشوف كيف حتحدد. البيريود الكامل هي البيريود اللي اول فتره اللي هي من الزيرو للاي تي بيكون هيدا فيه موصل، وبعدين برجع انا بفتحه وبرجع بنطر شويه وقت، برجع بعدين بسكره برجع بفتحه برجع بسكره برجع بفتحه، وهيك بيكون الشغل. فاذا هون هيدا اللي عم يتحكم بالقصه كلها. هيدا دايود عادي، هنفترض انه هو ايديل هون بحساباتنا، يعني انه الفولتج دروب كروس ات الفولتج اللي حواليه، الفولتاج اللي حواليه هنعتبره زيرو. فاذا هذا فولتج سورس دائما كونتينوس يعني دائما موجود بشكل طبيعي. ونحن هدفنا على الفي سي هون نحصل على فولتج يكون اعلى من الفولتج اللي حطيناه هون بهذا. فاما هذا بيكون موصل، يعني هيدا بيكون هيك موصل بهالشكل هيدا. اوكي شو كمان، وبس هيدا يكون موصل. فاذا اي كارنت مرق من هون فحيعبي كله هون، وبالتالي هون ما رح يكون في كارنت. مرجين
مبدئيا يعني هو ما راح يكون في كارنت، اوكي بالحساب هيك بالنتيجة راح يكون. على هذا ال في سي هون ايديلي نحن بنحط هول الشغلتين، بنحط كاباسيتور وهذا الريزيستور، فيك تعتبره مثل اللود او هلا بشغلنا يعني هلا خلينا نقول الريزيستور ممكن يكون لود، هو مثلا ريزيستيف لود او شيء هيك. طيب منيح، فاذا لما هذا كان موصل فعندي بس الاي وعندي معه الاندكتور، فالكرنت بده يطلع. هلا الكرنت المفروض يطلع الى ما لا نهايه، ولكن ما راح يصير هيك لانه نحن بس عندنا فتره زمنيه معينه من الزيرو لل 18، فباخر هالفتره يعني على لما الوقت يوصل على ال 18 نحن حنفتحه لهيدا. طيب قبل ما نفتحه شو بيكون صار؟ بيكون هيدا عبى انرجي، عبى انرجي يعني عبى كارنت، اوكي عبى كارنت. بس تفتحه لهيدا، بس هيدا يفتح هذا الكارنت برأيي رح يفضي هون، بده يصير يفضي بقلب هون. هلا بتقولوا كيف رح يفضي بقلب هاي؟ هلا هو معبي انرجي، كان هو يعني باللحظة قبل ما هيدا يفتح، هلا هو مبلا هون فينا نقول الفكرة انه كان معبي كارنت وبعدين الكارنت بده يصير يوطى، مزبوط وهيدا اللي عم بيصير، وهلا مش حشوف الرسمات هيدا اللي صار. هلا اذا بتفكر فيها انه هيدا مع انه عنده فولتج معين لانه عنده كارنت، ما بفضل لانه هيدا القاعدة عيته هي يو بتساوي ال دي اي سوري دي تي ال تايمز الديريفيتيف للاي على دي تي، فما بشوفها كثير منيحة انه تنفهمه هيك، بالاخص انه هيدا كان مسكر رجع فتح. خلينا نقول انه كان عندنا كارنت هون وهيدا الكارنت كونتينيوسلي بده يصير يكفي هون باللحظة اللي هيدا طلع برا، يعني على المفصل بالضبط على هذا الزمن هيدا اللي هون. طيب فالانتربتور اش اي فيرمي. طيب اوكي، فاذا هون في عنا هيدا الفورمول نتابعها بشكل بسيط. نحنا بالبداية عنا ال اي بيساوي في ال زائد في اتش، ال في اتش هو ال في تاع هيدا. هلا ال اتش ما بعرف عم بقول هاشر يعني انه ما بعرف اذا قصده الاش هاشر انه تشوبر، بس انا فهمان انه تشوبر هو كل هالسيركت، انا هيك فهمانها. طيب بعد كل الاحوال في اتش وهيدا ال، فاذا بس هيدا يكون موصل كمان ايديالي معتبرين انه ال في اتش حيكون زيرو بس يكون موصل، وهي انا حطينا ال في اتش هون زيرو، وبالتالي صار عندي هيدي ال اي بتساوي ال دي اي على دي تي. طبعا مفترضين انه كمان ايديالي ما في عنا ريزيستنس بقلب هيدا، يعني نظريا كله عم يشتغل شوي نظري بس لنفهم الفكرة. المهم فالاي ال هون عملنا انتجرال لهاي، يعني عملنا انتجرال لهاي عم طلع معنا الاي ال بيساوي هاي زائد الكونستنت، الكونستنت هي حتكون الاي. طيب بما انه نحن متفقين انه الاي هو عم يكبر هون مع الزمن، مع الاي كلمة الزمن بيمشي الاي ال بده يكبر، فاذا من المنطقي انه نقول هيدا الكونستنت هو اي مينيمم. طيب فاذا هالمرحلة الثانية الاتش مفتوح، يعني فتحنا هلا بالنسبة لهالرسمة هي شو لها علاقة بهاي؟ هي الرسمة هي ذاتها هاي، بس مبدلين المواقع، يعني هيدا هو بالحقيقة هو ذاته هيدا، وهيدا اليو هو ذاته هيدا الفي سي، شو بدنا فيها هالرسمة حقيقة بتضيعنا، خلينا نركز بس على هاي. طيب فإذا تعالوا نشوف الزمن لما الاتش فاتح، يعني هيدي هلا هيدي فتحت وهلا الدايود صار المفروض يشتغل. اوكي فاذا هذا الزمن هو من الالفا تي او من الاي تي مش للالفا تي للتي، اوكي من الاي تي للتي. فاذا رجعنا كتبنا الاي بتساوي ال دي اي على دي تي زائد الفي سي، الفي سي هو الفي اللي هون تاع الاوتبوت اللي هو بالحقيقه في بقلبه كاباسيتور وريزيستيف لود. نحن ما اهتمينا هون لموضوع قصة كاباسيتور ريزيستيف، اخذنا بحساباتنا تحت اخذنا ال في سي يعني وكأنه مين فاليو. هلا ما انا شغلة كتير عاطلة لانه نحن عم نفهم الكونسبت تاع
بتاع الشغل اذا بدكم، اللي بده ياخدها كاباسيتور وهيك يعني مش غلط، بس شوي لها معنى اكثر اذا بنعتبر انه يعني حنفهمها اكثر اذا بنقول في سي على الحل. يمكن هلا الفي سي هون نشوف وين مبين، هون ما في في سي حقيقة بهاي، يعني هو مبين بس ورا، بس بالمرحلة التانية بالزمن التاني. طيب هلا هون بنرجع للسؤال، عم بيقول لي طون دو فونكسيونمون وقت اللي كان عم يشتغل. هلا حنحكي شوي بقصة فونكسيونمون امتى اشتغل وما اشتغل. طيب نرجع لهون عم نناقش هاي الايكويجن. هلا ال اي ال بيساوي مان في سي على ال تبريم، تبريم هلا هو هذا الزمن الجديد اللي هو الريفرنس تاعه هو الالفا تي، فحطينا تي ماينس الفا تي لانه لانه نحن الانتجرال شوف انت من وين لوين عملته، انت عملته من المرحله الثانيه، ما لها معنى تعمله من المرحله الاولى، عن جد ما لها معنى، عمله من محل ما انت بلشت شغلك من الالفا تي وصولا ل للتي مثلا تي كبيره او ل لتي معين يتراوح يعني من الالفا تي، عملنا الانتجرال من الالفا تي للتي الصغيره اللي هون. اوكي كمان فينا نعملها هاي اللي هو التي برايم، ولكن مع ملاحظه انه بهيك سيركت. هلا احنا شوفي عنا بهيك سيركت الكرنت، هلا الكرنت هون المفروض انه ينزل. هلا ليش بده ينزل؟ ليش بده ينزل؟ ليش بده ينزل؟ هلا مبدئيا هيدا لود، ف وكمان من ناحية تانية هيدا كان معبي انرجي، ف فمنطقيا الكرنت بده ينزل. انا ما ناقشوا كتير الفكرة تحت، بس انه قايلين انه بهالمرحلة هاي الكرنت بده يوطى. اول شيء هيك هي الامور، هاي واحد. اثنين يعني اذا قلنا هلا هون اذا واحد بده يعملها، يعني اذا حد اذا هو فرطن لهول يعني حط محل الفي سي، انا ما ترك انه في سي على الحل، بس الفي سي هو ريسبتور انه هو لود بالاخر. ف مبدئيا بحس انه من المنطقي انه هيدا معبي انرجي بده يوطى، كيف بده يعلى؟ لانه بده ينقل انرجي اصلا، يعني هلا السيركت بده ينقل يصير انرجي مثلا للكاباسيتور، عرفت كيف؟ فهي اصلا هاي الفكره، الفكره انه الكاباسيتور هون فضيت الفاليو تاعيته، الفولتج عم ينزل، فبده يصير يعبي، بده يعبي تشارج، ف ليعبي شارج يعني كيف بدها تصير؟ فهيدا بده يفضي انرجي بده يعبيها بهاي، يعني منطقيا بحس منطقي انه الكرنت ينزل. طيب والكرنت دائما محافظ على اتجاه واحد هون بشغلنا، يعني الكرنت ماشي بهالاتجاه هيدا. هلا للمفارقة نحن بنعتبر، اوكي للمفارقة بنعتبر انه في عنا، ما اذا حدا عنده هيك شي تبرير منطقي اكتر اكتر من انا حكيته انه ليش الكرنت بده ينزل، بتمنى انه حدا يكتب بالتعليق او شي هيك، او يعمل فيديو تاني ويخبرني عنه. طيب نجي لهون، بما انه الكرنت بده ينزل فهيدا نازل، فهيدا الفاكتور اللي هون بده يكون نيجاتيف. نيجاتيف يعني الفي سي يا جماعة اكبر من الاي، وهذه هي اللعبة، هذه هي بالضبط اللعبة، انه الفي سي انه الفولتج بالاوتبوت عم يكون اكبر من الفولتج تاع الانبوت. اوكي هي نفس الفكرة المنطقية، انه كان هيدا بيعبي بيرجع بعدين بفضي، بالمرحلة الأولى بيعبي بكون هيدا مسكر، بعدين بالمرحلة التانية لما هيدا بيفتح بيقوم هيدا بيفضي.
يفضي ساعتها هيدا الفولتج اللي هون بيكون عم يعلى، بيكون اكبر من هاي وبيكبر اكتر واكتر مع الزمن. هلا شغلة مخدومة انه لايمتى بيضل بيكبر؟ هذا سؤال مهم الحقيقة، وانا بحس هذا سؤال مهم على فكرة، ما مجاوبين عليه هون ولا محددين كتير انه كيف بدي اخد من التايمينج من الزيرو للتي مثلا، او الالفا قديش الفاليو بدي اخدها. وهيك ممكن الواحد يحذر شوي، بس انه السؤال الحلو انه فعلا لأمتى بضل بيكبر الكرنت، وهل بيرجع بيوطى ولا لا. هذا الشيء له علاقة بالفي سي، اللي بده مهتم يعرف يجاوب على هيك سؤال بده يفرط الفي سي، بده يحط محل الفي سي اللود. وساعتها هون بيجيبها هيدي بشكل جدي اكتر. يعني احنا هون اخذنا الفي سي مثل شقفة وحدة، انه لوجيكلي منطقيا بتحس انه هي الشغلة منطقية ومنيحة. فاذا هلا بما انه هو بده الكارنت هون عم ينزل ولا عم يطلع، وين عم نشتغل احنا؟ ايه قلنا لحظة شوي، كان بالمرحلة الأولى انا شو كنت عم بحكي، انا كنت عم اقول انه هون الكارنت عم يطلع صح؟ نشوف كيف هيك الرسمة مش ظابطة، كانه من زيرو على الألفا تي ان الكارنت بيطلع بعدين بيعود بينزل، مش هيك؟ وهذا ال في اتش من الزيرو للألفا تي، ال في اتش بيكون صفر صحيح. فعم بيقول هو هون الكارنت بينزل، اي كارنت عم يحكي عنه؟ عم يحكي هو عن ال في سي، مش كارنت. هذا الفولتج، الفولتج تاع الكاب، ال في سي يعني الفولتج تاع الاوتبوت. اوكي الفولتج على الاوتبوت، ايه مزبوط. بس بالنسبة للكارنت، وينو الكارنت؟ هاي بالضبط، هي الكارنت هون بيكون عم يطلع من الزيرو للالفا تي، بعدين بيصير بينزل، بيكون عم بفضي باللود، هي كورون دون لاشارج يعني باللود، مزبوط. بيرجع بعدين بيعبي، بيرجع بفضي، بيرجع بيعبي، بيرجع بفضي. طيب ممكن واحد يقول هيدي منا دي سي، مزبوط، ولكن في مين فاليو، بالمين فاليو بالحساب انه هي شغله منيحه كمان. يعني هون الواحد بياخد هنت، بياخد فكره شوي، انه انا ما في كتير كبر الزمن تاع الالف، يعني انا اذا ما في هيدا مثل ريبل، عرفت كيف؟ فما منيح ما منيح يبعد عن المين فاليو كتير، يعني بصير يعني شبيه بالسينوزويد وهيك شغله، انه بصير الترنيتنج شغله منا منيحه. فنحن بدك تصغر هالتايمينج، يعني هيدا من الزيرو للتي هالبيريود هاي بدك تصغرها. اللي هو قال بالنسبة للفانكشنينج، بس بدي ناقش فكرة الفانكشنينج او انه امتى بيكون انه تعالوا نشوفوا المصطلحات اللي مستعملينها هون. هنا مستعملين هون نفس الفكرة، اذا بتلحقوها بتلاقوا نفس الفكرة، تي اون وتي اوف. اوكي بس بدي ارجع لهون، بس ارجع لقصة الاي ماكس، وينو هيدا؟ فنحن ايه مزبوط، الكارنت عنا عم ينزل، معناتها من المنطقي انه هيدا الكونستنت اللي هون تكون هي الاي ماكس، اللي هو ذاته الاي النهائي اللي هيدا وصل له لما هيدا وصل على الزمن تاعه اللي هو الزمن الاي تي او الالفا تي. اوكي فاذا على الالفا تي، يعني الاي ماكس مين هو؟ هو اي على ال مضروب بالفا تي زائد اي مينيموم، والاي مينيموم مين هو؟ هو الزمن، هو الاي اللي بتحصل على هيدا باخر زمنها على التي. يعني اذا بحط هون محل التي هيدي تي كبيره، فالاي اللي هون رح يكون هو اي مينيمم، وهيك بضلوا بكفوا هيك. هذه هي الفكره، هذه فكره السيركت. طيب نجي لهون ستيب اب تشوبر، نفس الكالكوليشن، نفس الشغل، كله نفس الشغل. هذا الدلتا اي هو اي ماكس ناقص اي مين، او هون كمان مختصرين الفكره، هون كمان الدلتا اي كمان هو اي ماكس ناقص اي مين، اي مينيمم. بيطلع معهم بالاخر. وهيدا في شيء اسمه ديوتي سايكل الفا، هذا فاكتور مهم
الفا هو تي اون على تي اون زائد تي اوف. طيب ليش سموه تي اون؟ الحقيقة تي اون هو التايمينج المناسب. للأسف على فكرة هو مش حاطين رسمة، شارحينها بالحكي بس مش حاطين رسمة. إذا حدا هيك بيحب يحسن بالويكيبيديا خلوه يحط له شي رسمة هون، يفوت على الإيديت ويزيد له شي رسمة. مهم نجي ل شو اسمه وين وين شو كان بدي ناقش أي فكرة، انه قصة ال on وال off. فنحن هون بهالمرحلة هاي لما ال edge بيكون مسكر فرمي، لما هيدا بيكون مسكر، فهون نحن معتبرينه انه هو بمرحلة ال on. طب شو مرحلة ال on؟ ما هو على اساس انه هيدا ما عم يتغذى بالكهرباء، مزبوط هيدا ما عم يتغذى من هون، بس معتبرين انه هو عم بيغذي غيره. فبعتقد انه هيدا الفكرة، هيدا المقصد، انه هو عم بيغذي غيره، يعني هو عم يشتغل يعني functioning يعني on. بينما بالمرحلة التانية اللي بيكون هيدا فاتح، بكون هاي بكون هيدا عم يتغذى من هاي، هذا تحليلي انا طبعا، بكون هيدا عم يتغذى من هاي، فمش هيك سميناها اوف، انه اوف تايم، انه هلا ما عم يشتغل. من حيث المبدا هيدا هو مبدا الشغل تاعه. شوف هون الرسمات حلوين، منن عاطلين، مين فهموا منن هالشي العظيم، حلوين حلوين حلوين، منن عاطلين ابدا. هيدا هو الفي اوت، بينزل بيطلع بينزل، ولكن بيحوم وبيدور حول المين فاليو اللي هي بتساوي الانبوت فاليو مقسومة على واحد ناقص الفا. الالفا هو رقم بين الصفر والواحد، فالاي مقسوم على رقم بين الصفر والواحد، فالاي اسمها الرقم يعني كلها سوا هاي حتكون رقم اكبر من الاي، وهذه هي فكرة الشغل كله. طيب تمام، فهذا الشيء ما هو البرانسيب دي فونكسيون. ما كالكول دي كورون ترافيرسون لو هاشور بالمرحلة الاولى كمان عم عملنا له حساب، هو هيدا مبدئيا بفتكر هو هيدا اصلا، هيدا بالكورون بالمرحلة الفانكشنينج، يعني الكورون كروا لينير مو يعني انكريزينج لينيرلي انكريزينج. طيب فورم دي سينيو اي يوتيليزاسيون، فورم دي سينيو هول هن الرسمات اللي شفناهم. اي يوتيليزاسيون الابليكيشن، طيب شو الابليكيشن؟ هلا هون حاطين كمان اشياء مهضومة. في بس شغلة لفتت لي نظري، انه خلال الشغل بتلاقي المين فاليو. هلا المين فاليو مثلا لل في اتش، هلا هون مكررين هي الرسمة، هون في اتش، هون في اتش، هون ما في شيء مهم حقيقة، بعتقد بس انه بالغلط مكررينها. وغير هيك اللي هي الرسمة، كل رسمة بتصير بتفرق عن التاني وإلها معنى. مثلا هيدا ال في اتش هو شو؟ هو المين فاليو مثلا هي شو؟ هي الاريا. هي المين فاليو شو الاريا؟ ما هو انتجرال على بيريود، فاذا هون صفر معناتها هو الاريا لهيدا الريكتانجل. اوكي يعني هو هون على فكره هون مش ظابطه معهم هي التسميه الفا تي تي، وهون شو تو تي مش ظابطه، هيدا بدل تو تي لازم يحط تي زائد الفا تي. اوكي تو تي بتقعد محل تاني هون في محل. اوكي نفس المشكلة عاملينها هون بالكل، فهي شغلة مش منيحة، ما بعرف ليش عاملينها هيك. على كل الأحوال كتر خيرهم، يعني إنه سهلوا مهمة علي وعليكم. الشغلة اللي لفتت لي نظري هي الفي ال، المين فاليو لهاي الفي ال هي الاريا لكل الشغل اللي هون، هي الاريا لكل اللي هون. المين فاليو بيطلع صفر للفي ال، هلا شو الانتربريتيشن تاعيتها؟ اول شيء ليش صفر؟ اذا بتجربوا بتعملوها شوفوا قديش هيدا، قديش الفتره الزمنيه من هون لهون، اعملوا الاريا لهاي، ما هو الاريا للي فوق قد الاريا اللي تحت. رسمه عاطله اللي معهم اياها شوي، عاملين الاريا اللي فوق مبينه اكبر من الاريا اللي تحت، وهي مش هيك المفروض يكونوا قد بعض، لانه اذا بالحسابات بيطلع زيرو. هون مش موضحين كتير، هون قايلين هيك على السريع سلق، حاطينها هون هيدا ببراكت، عاملين شوية كالكوليشن مهضوم، بس هون هيدا المين فاليو للفي ال طلع زيرو. حتى اذا انتو بتستفيدوا من كل شيء، اذا بتستفيدوا من هيدي قصة انه مثلا يعني اذا بتعملوا حسابات، انا عملت حسابات هيك شوي براسي طلعت معي انه مزبوطة صفر. على كل الاحوال شو له معنى انه المين فاليو للفي ال تطلع صفر؟ ومحل تاني حتى تحت عندهم شوية شغل هن كمان هون عاملين شو بالابليكيشن
utilisation عاملينها دغري على السريع هون انه المين فاليو يطلع صفر لل حنوصل رح نحكي كلمتين تحت بالابلكيشن. ف شو لها معنى انه المين فاليو لل في ال؟ هلا انا ما بعرف، خلينا نفكر نشوف شو يعني مين فاليو صفر. يعني المين فاليو لهيدا ما بعرف، يعني انه ممكن بيوحي لك انه تدخله خفي، تدخله مخبى. اوكي، انه مثل بالكيمستري بنعمل هذا شو اسمه الكاتاليزور، الكاتاليست بيعمل شغل بيرجع بيعمل عكسه، بيطلع يعني من دون اي، وكأنه يعني ما صرف انرجي. يعني هيدي هيك اذا واحد شوي بده يفهمها بيقول تقريبا يعني وكأنه ما صرف انرجي، يعني كأنه اللي اخده فرغه. وهذه ميزة حقيقة، شيء ملفت انه مين فاليو زيرو. يعني ممكن واحد يفهم هيك. طيب نجي للابليكيشن، هون عاملين شغل حلو، طالع معه انه الفي سي عاملين بحسابات مهضومة كذا. ولا شيء، بتقروا شوي ملاحظات مهضومين. سير فولتر يعني اليفاتور دو تنسيون، هذا بسموه بوست كونفرتر، مش باك. الباك هو بوطي التنسيون، بوطي الفولتاج الفولتج. فكلها قطع رخيصة يعني بتجيبوها من علي اكسبرس، رخيصة ابو دولار دولارين، يعني بتجيبوا احلى قطع. مهم ايه، بس اذا تجيب شي قطعة مثلا مرتبة وتحمل مثلا باور عالي ساعد بدك تصنعها بايدك، ولكن دايما انك تشتري قطعة مصنعة خالصة من مصنع احسن ما انك تصنعها بايدك، لانه بكون من يعني بكل المعايير بكون افضل من معيار او ما تنسى هون انت عم شغال على فريكونسي عالية، يعني ما بعرف قديش الفريكونسي بتكون، بس لانه في بيريود هون عم بشتغل عليه. ف ما بعرف اذا مواضعهم لها اهمية او لا، لانه بس تكون عم شغال على فريكونسي عالية الاماكن تاعتهم بتصير بتفرق. بس ما بعرف اذا هي عالية لدرجة انه تفرق هون او لا، بس هذا موضوع تاني. بس بدي الفت نظر لشغلة، انه صح نحن عم نحصل على دي سي، ولكن هو دي سي بالافرج. هلا اذا انت عندك ريسيفر مثلا ريزيستنس، نحن افترضنا هذا اللود هو هذا الار، بس اذا انت هذا ما عندك ار فعليا، عندك شيء تاني، وهذا الشيء التاني بيتاثر بالفريكونسي. فهون ساعتها يا بدك انت لحتى تتخطاه، يا بدك تسرع الفريكونسي هون تاعتك اكتر منه لحتى توحيله انه كأنه انت عم تعطيه دي سي، او ما بعرف بدك تلاقي لك شي حل تاني. فهي الشغلة هيك حبيت اعطيها ملاحظة على جنب. مهم، فنحن عندنا هون حقيقة هون ما كتير قريتهم بس مهضومين. فحتى الكارنت، شوف الكارنت يساوي اي دي على واحد ناقص الفا. هيدا الكارنت مين هو؟ هو عم نقول احنا اي ماكس زائد اي من، عم نقول اذا اخذنا اي ماكس زائد اي من على 2 هو المين، مع انه انا بحس انه هيدي مش كتير منطقية، مش حاسة منطقية، لانه مش عم ياخد بعين الاعتبار الاتش الالفا قصدي، بس ما بعرف. ريفيان ايميدياتمون على ليكتور دو كور، طيب منا مشكلة، بس بدي اتأمل في هالرقم. الاي بيساوي يعني الاثنين كارنت الاعلى والاوطى اسمه 2. طيب منا مشكلة، اذا
مين فاليو، وهالمين فاليو حتى نشوف وين عم يمرق هذا. هلا الاي هو اللي مرق هون، انا محل محلات هون الاي عم بيكون زيرو. اها، فاذا هذا الاي يا جماعه هو الاي تاع الانبوت، يعني مش الاوتبوت، منه الاي اللي عم يمرق بهاي. اوكي، هو بال بلا، هذا الاي اللي هو اللي عم يمرق هون. اوكي، يعني هذا الاي تاع الانبوت. هلا الاي تاع الاي تاع الاوتبوت هو مين؟ هو الاي دي، هو الاي المرق بالدايود، اذا بدكم تقولوا هيك انه هذا الاي اللي مرق بالدايود، اذا هذا بدنا نسميه اي، فهو بيكون جزئيا شغال، بينما الاي اللي مرق هون من يعني اذا بدنا نتخيل كانه هون في ترانسفورمر، اذا بدنا نتخيل انه في ترانسفورمر، فهون انت عندك اي وعندك انت في سي بالاخر، وهي ملاحظة بصراحة انا قريتها تحت 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 هون، عاملين نقاش مهضوم عن رسمة. وين الرسمة؟ هون عاملين رسمة مهضومة، عاملين شوية شغل هون، هي بس للي مهتم. انا ما حسيت هي هول مجموعة الرسمات كلهم A B C D E، وهذا ال F وهذا ال G. الرسمة الفعلية هي ال G. هلا هذا مسمينه، بيعتبروه هذا فلاي باك دايود او فري ويل دايود. هذا عادة له مهم انه يحمي، اذا عندك انت موتير او بوبين او شيء هيك، فانت بعد ما تقطع عنا الكهرباء لحتى ما تجي تضرب لك الانبوت سورس، فبتحط له هيدا لحتى الكارنت، لانه بس تقطع عنا الكهرباء الكارنت بصير بيقوى فيها، فبس يقوى احسن ما يروح يعبي بهاي، بخليه يبرم، بصير هون بيبرم على حاله لحد ما يضعف او شيء هيك، بيضعف من ورا يمكن الانترنال ريزيستنس او شيء هيك. بكل الاحوال اسمه فلاي باك دايود او فري ويل، فيكم تقروا عنه هون فلاي باك دايود. هي فهو بس تقطع الكهرباء فهذا بيكون معبي، ساعتها بيروح بفرغهم بهون، بسموه كمان فري ويل دايود. نرجع لهون، بنرجع اوكي، فهون بالابلكيشن، يعني هون انا تخيلت كانه في عنا هيدي ابلكيشن، هي ابلكيشن اوبس اوبس اوبس، هي وحدة، هي اثنين، هي ثلاثة، ويمكن هيدي اربعة، ممكن هي تكون اربعة، بس انه الرسمة الفعلية هي هاي، وحاطين هون شوية نقاش مهضوم حولها. ايه بس انا عم بستفيد من قصة انه الاي دايود هو الاي سكندري، وهذا سكندري وهذا بريمير. ف البريمير بتلاحظ انه الكارنت تاعه بيكون، يعني اذا عم نعمل بريمير اسمه سكندير بيطلع لك واحد على واحد ناقص الفا، which is a number اكبر من واحد، وكأنه اذا عندك ترانسفورمر هو اللفات السكندري اسم اللفات الاولانيات، اللفات السكندري اكبر من الاولانيات بده يكبر، فالكارنت بيوطى والفولتج بيعلى. هي ال VC هو ال VO، سكندري على ال E، نفس الشيء VC على E كمان بيساوي واحد على واحد ناقص الفا، يعني الفولتج بالسكندري اعلى من الفولتج بالبرايمري، وكأنه عندك ترانسفورمر، هو منه ترانسفورمر بس وكأنه ترانسفورمر. وهذه فكرة مهضومة كتير كتير كتير، وانا حياة استفدت من اللي تحت، من اللي قريتهم تحت، يعني كانوا عم بيشيروا للموضوع. فبالنسبة للابليكيشن، مرق معي كمان ابليكيشنات وين هون بالتشوبر، بركي هون فور ريجينيريتيف بريكينج فور موتور لود. هذا يستعمل يا جماعة، انت فيك تعمل بريكينج، لا فيك انت فيك انت تعطي كهرباء لموتير معين لحتى
حتى يقعد يوقف. ممكن تعطي كهرباء باتجاه معاكس او شيء هيك اذا عم تشتغل دي سي موتور. ان شاء الله اكون عم بحكي صح. ف مثلا بكون عم يبرم باتجاه، تعطيه انت فولتج معاكس بيقوم، اذا عم نحكي دي سي موتور مش اي سي، بتعطيه باتجاه المعاكس بيقوم كانك عم تفرمله، تعمله بريكينج فريناج. فهون هون يا جماعة نفس الشيء، هون عم بيقول فريناج بار ريكوبيراسيون. فانت فيك تعمل تفرمله، وفيك كمان تستفيد من هالفرملة اللي انت عم تفرمله اياها. فرضا كيف انا تخيلتها هيك، انه كيف بستفيد منها؟ يعني برجع الكهرباء اللي انا فرملته فيها بيرجع هو بيرد لي اياها بمحل تاني، في ضوء فيها لمبة مثلا، او في اعمل اللي بدي اياه فيها. فكيف هي الفكرة مثل ما انا تخيلتها هيك. فتخيل انت الموتير تاعك قاعد هون، انت عطيته كهرباء لتفرمله، اوكي عطيناه كهرباء. طيب بعدين خليه هو يفرغ لك هاي الكهرباء، وين بيفرغها؟ خليه يفرغ لك اياها بقلبها هون، ما بعرف، خليه يضوي لمبة، خليه يعمل شي، ما بعرف، خليه يرد على حاله، حقيقة ما بعرف، بس انه بهالاسلوب هيدا، بهاي الاطار الفكرة مثل ما انا فهمتها. اذا حدا عنده رأي تاني صحح لي. طيب نرجع لهون، هيدي وحدة من الابليكيشنات، لانه بيقلك رنفوا دو الانرجي، يعني انا برجع بعملها ريكوبيراسيون، برجع باخد الانرجي اللي انا اعطيته اياها dans une source lors de freinage. طيب elevator de tension قلنا هيدا هو survolteur، يعني بيعلي التنسيون، بيعلي الفولتج. تالت وحدة resistance variable controlée، بتقروها مهضوم كتير. يعني بالحساب انه صار عندك هون بقلب هاي، هون انا ما حطينا كاباسيتور، حطينا بس ريزيستانس على الحل. فصارت وكأنها E بتساوي 1 ناقص ألفا مضروب بالR مضروب بالكورون، الكارنت اللي هون. يعني اختصارا وكأنه صار عندك ريزيستانس جديدة اللي هي 1 ناقص ألفا مضروب بالR. يعني انت 1 ناقص ألفا هو رقم اصغر من 1، يعني انا قدرت اني العب بالريزيستانس. فهذا الريزيستانس اللي هون وكأني وطيتها وكأني عليتها وهيك. هلا وين تستعمل؟ بدنا نبحث بالموضوع حقيقة، بس ما بعرف ليش بيخطر ببالي انه اوقات نحنا لنا مصلحة نلعب بريزيستانس الابارنت، يعني الابارنت ريزيستانس، مش انه ريزيستانس، ابارنت ريزيستانس عم نلعب فيها لانه بتنفعنا، بتنفعك بانك بانك اذا انت لك، اذا لها تتمي هون السيركوي السيركت بعد لها تتمي بعدين، فانت منيح تلعب بهاي الريزيستانس، توطيها مثلا لتناسب الريزيستانس تاعت باقي السيركوي. كون انت عم تعلي البويسانس راندومون للاخر، يعني شو بنسميه الييلد اللي بالاخر عم تكون عم تعلي. هيدي وحده من الاستخدامات برايي. في شيء بيخطر ببالي بس يمكن ما يمكن مش مجاله هون، اسمه الامبيدنس ماتشينج. هاي بياخدوها بالفريكوانسيات العالية، بس ما بعرف، يعني ما بتخطر على بالي دغري لما الواحد بيقول لي انه انا بدي العب بالابارنت ريزيستنس. بعد واحد ممكن يقول انا بدي العب بالابارنت ريزيستنس اذا انا عندي، يعني اي سيركت تاني انت هون بدك تحطها من بعدها، بهمك انك تتحكم بهالريزيستنس، هاي الابارنت ريزيستنس، الابارنت ريزيستنس ابارنت. هاي وحده من الاستخدامات. كيف عملوا الحسابات؟ عملوا الفا اي زائد 1 ناقص الفا اي ماينس كذا. استفادوا هون من فكرة على السريع، عملوها انه عملوا الفالور معين للمين فاليو لليو ال، عملوها زيرو على السريع مثل ما اتفقنا قبل شوي انا وياكم انه المين فاليو لهي زيرو. هيدا تدخله انترنال، يعني من جوا بيتدخل بيعمل عملته وبيطلع. هيدا هي الفكرة. بعتقد هيك جاوبنا على السؤال، سؤال كتير مهضوم. انا عم بقراهم عم ياخدوا مني ساعات حتى عم بقراهم، بس مبسوط فيهم لانه يعني حلوين، عن جد حلوين، واحد كتير بيتعلم منه. وهي هون المعلومات كلها موجودة. ايه بعد بيخطر ببالي انه هيدي قصة كل اللي حكيناه هون بالمين فاليو، هيدا مثلا المين فاليو لهاي، كيف طلع معهم الـ
اي اتش والله انه مين فاليو هي، هالفاليو مضروبه بيطلع مين بشي محل هون. هيدا مبدا البي دبليو ام بالس ويدث مودوليشن. مجددا مشكله البي دبليو ام هي انه منه هو دي سي حقيقي، هو دي سي ابارنت. هو كتير منيح اذا انت عندك اللود، عندك هو لود مش فرقانه معه كتير الفريكونسي، بس اذا لود بهمه الفريكونسي عنده، هو يعني بيستوعب فريكونسي عالي او بيتاثر فيه او شيء هيك، فالبي دبليو ام بدك تسرعه اكثر منه لحتى تخدعه وتوحي له انه هو دي سي حقيقي. ما بعرف، انا انبسطت فيهم حلوين. هلا بدي اقول شغله، انا كمان انه بحس بقدر افهمهم اكثر من ايام الجامعه، لانه بحس انه عندي وقت اكثر لحتى اقعد هيك يعني انه افكر فيهم واتامل فيهم. بالجامعه يعني الواحد عنده كتير مواد، وانجا يلحق يقدر يعطي شغله حقها يعني. طيب بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيهم.